احنا نشوف العامل المشترك وطرحناه في مجلس المرور بأن يعني يقام نوع من العمر الافتراضي للمركبة. اليوم احنا عندنا 40,000 الزيادة السنوية اللي تدخل في الإدارة العامة للمرور كلها سيارات جديدة. احنا نتكلم عن الجديد. ما يصير السيارة تطلع من المعرض إلى ما لا نهاية. هذه اللي خلي الظاهرة اللي قالوا الأخواننا بعض الأجانب يتملك 3 و4 و5. رحنا إلى سنغافورة وشفنا أن عندهم نظامهم 10 سنوات. اللي بيشتري مركبة لازم ياخذ رخصة من وزارة المواصلات قبل أن يتجه إلى المعرض ويشتري. إذا حب بعد 10 سنوات أن يزيدها يدفع نسبة غير. ما نبي بالضبط نصير مثلهم، ناخذ اللي لائمنا.